السلام عليكم متابعينا، معكم عبد السلام من طماطم، مقطع جديد عن لعبة غضب الشجعان. زي ما وعدناكم في الحلقة السابقة راح نشرح لكم في هذا المقطع عن خيار الأبطال. تابعونا لنهاية الحلقة، راح يكون في سؤال وراح نختار 10 إجابات صحيحة عشوائيا وراح يكسبوا معانا 500 ألماسة. ركز معانا. في لعبة غضب الشجعان في مجموعة من الأبطال تقدر تستدعيهم عشان يساعدوك في مهماتك وفي الزنازن وفي الحلبة عشان تسحق أعدائك، وكمان تقدر تستخدمهم في التشكيلات. عدد الأبطال 33 بطل ويتقسموا على 4 فئات: هجوم وشفاء ومساعدة والجميع، والكل بطل مهارات وسمات خاصة فيه هو وحده. الهجوم هذول متخصصين بتضخيم الأضرار الخاصة فيك من خلال ميزاتهم، أما المساعدة فذول أبطال متخصصين بتخفيض الضرر المتلقى وتضعيف منافسيك، والشفاء من اسمهم يا بطل، أبطال متخصصين لشفائك كل ما تعرضت للأضرار من خلال ميزاتهم. أما الجميع فهذول أبطال لهم مميزات عامة ومتعددة، تقدر تضخم قوتك وتخفيض الضرر المتلقى من خلال ميزاتهم. الحين بتقول لي كيف أستدعي البطل؟ ترى مرة بسيط، في موارد تحت اسم أنيما بتجمعهم حسب كمية محددة، ولما توصل هذه الكمية المحددة راح يظهر لك خيار استدعاء هذا البطل اللي انت من اول تحاول تستدعيه. اضغط على استدعاء ومبروك، البطل في خدمتك. من وين تجمع الانيمة؟ من خلال انجاز المهمات والحملات ومن خلال الاحداث والعروض الموجودة في اللعبة. البطل جاك، كيف تقوي البطل الحين؟ بعد ما تحصل على البطل بامكانك تطوره وتزيد قوته وسماته بعدة وسائل. هالوسائل راح اشرحها لكم بالتفصيل في الفيديو الجاي. كذا بنكون غطينا أول جزء عن الأبطال. أما الآن نجي للسؤال، سؤال الأسبوع: ما هو عدد الأبطال اللي تقدر تستدعيهم لمساعدتك داخل الحلبة عشان تدخل السحب معانا في ربح 500 ألماسة في غضب الشجعان؟ إن شاء الله راح أرجع لكم وتواصل معكم الأسبوع الجاي عبر اليوتيوب، ونقدم لكم الجزء الثاني من شرح الأبطال في غضب الشجعان. لا تنسونا من تعليقاتكم واقتراحاتكم عن المقاطع القادمة، وتدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب. وهلا هلا العيد جاي، خبي عيديتك عشان تضبط بطلك يا وحش.